بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. ده باراجراف بتحدث منا ثانوية عامة، طبعا الباراجراف عن ماي بلانز، الخطط بتاعتي فور ماي فيوتشر كارير، للمهنة المستقبلية، لمهنته المستقبلية، الخطط اللي هعملها علشان أجهز نفسي للخطط المستقبلية. بدأ بكلمة everyone need. طبعا everyone هي تعتبر يعني جمع، ولكن لازم يكون الفعل بتاعها مفرد والضمير العائد جمع، هي قاعدتها كده. أي حاجة everyone someone everybody somebody الكلام ده كله الفعل بتاعها بيكون مفرد والضمير العائد بيكون جمع، فعشان كده everyone needs هنزود اس بقى to put his own plans، كل واحد محتاج ان هو يحط الخطط بتاعته for his future، للمستقبل بتاعه. كلامك صح، بس احنا قلنا اتفقنا ان الضمير العائد لازم يكون جمع، عشان كده هقول for their future. تمام كده، علشان دي جمع لكن فعلها مفرد وضمير العائد جمع، هي قاعدتها كده. للمهنة المستقبلية، if he wants to be a successful man، لو انه يريد ان يكون رجلا ناجحا. طبعا نفس الموضوع، هي مفرد فهتزود اس للفعل، تمام، على اساس بتتكلم في المضارع وده فعل الشرط، فانت بدات الجمله بايه، باداه شرط اللي هي اف، لو انه كان عاوز يبقى راجل اعمال ناجح زي بيل جيتس، تمام. سكت انت، فين جواب الشرط بقى؟ كان المفروض يبقى في جواب شرط ان انا اقول كده، لو هو عاوز يبقى راجل اعمال ناجح يجب ان يبذل قصارى جهده مثل بيل جيتس بقى، وكمل تمام. Some of these plans بعض الخطط دي، some of these plans بعض الخطط، I want to do it، ما it دي عايدة على البلانز الخطط، يبقى إذا دي جمع يبقى لازم تبقى ذم مش it، تمام. طيب in the near future في المستقبل القريب، to help me عشان تساعدني في ال far future في المستقبل البعيد، like learning a foreign language زي تعلم اللغات. طبعا a تدخل على الاسم المفرد، عشان كده languages جمع، يبقى هنضطر ان احنا نشيل لا ويبقى ايه learning foreign languages على طول، تمام، اللغات الاجنبيه. it helps me هنا it مشيناها ليه؟ لان انت بتتكلم على تعليم اللغات الاجنبيه، فتعليم مفرد فعشان كده it صح. it helps والاس تمام. it helps me with understanding، يساعدني في فهم. طبعا كلمه help ليها ثلاث قواعد، ان هي بتاخد بعدها المفعول اللي هو مي، كلامك صح، وبقى يجيب تو المصدر، يجيب المصدر، يجيب وز والاسم، تمام. فانت استخدمت وز والاسم، تمام، بس احنا زدنا المعلومه يعني هيلبس مي اندرستاند، افهم تو اندرستاند، وهكذا. ذا اذر بيبل، افهم الناس التانيين. اول اوفر ذا وورلد، في جميع انحاء فروم اول اوفر ذا وورلد، من جميع انحاء العالم، تمام. اخلي بالي بقى من الايه، ان انا سقط حرف هنا سقط حرف هنا، ده بيبقى سهو، تمام، فاركز برضه. From the other people from all over the world، من جميع أنحاء العالم، to get their experiences، عشان أحصل على خبراتهم يعني. About career ideas، عن أفكار المهنة اللي أنا عايزها دي. Courses is، طبعا courses دي جمع، يبقى لازم تاخد AR. An important to learn fast، عشان تتعلم بسرعة. So that I put it، أنا حطيتها in my fast step، في first step، في الخطوة الأولى، عشان أتعلم time management، عشان أتعلم إدارة الوقت. And develop my soft skills and hard skills. طبعا بدل ما نقعد لغة الإنجليزي لغة الاختصار مش التكرير، فعشان كده نقول soft and hard skills على طول، تمام. Both of them كلاهما are، هنا بنتها للمجهول، يبقى لازم يكون عندك verb to be والتصريف التالت. Are learned by practicing with the with other people، بتعلمهم من خلال أشخاص آخرين. You know what faster than courses for learn، كنت اشتغلت ليرنينج، عشان انت قلت تتكلم على ليرنينج، فانت ايه يتمشيها لير، يا ليرنينج فور ليرنينج. ليت مي تيل يو، خليني بس اقول لك كده، اباوت تريننج، عن التمرين، ان ذا كومبانيز، في الشركات، ويتش يا ويتش، ماشي مش ان ويتش، ويتش مظبوطه، ويتش اي لايك ات زير كارل، انا حبيت الايه المهن بتاعتهم. بس ولكن why I not put، لا why I don't، الفعل put هنا فعل اصلي فيتنفي بدونت بقى، I don't put training in my first step، ليه ما حطيتوش في الخطوه الاولى to learn، عشان اتعلم. because I need، عشان انا محتاج the basics، عايز اقول الاساسيات. الاساسيات ايه اللي بقى مش محتاج انا اوف بقى، the basics الاساسيات that I have، اللي انا املكها بقى ايه، عشان اتدرب قبل ما ابدا تدريب. وصلنا لفين؟ دونت دي بقى تمام، لحد البيسكس ذات، ماشي، قلنا ايه اللي ايه اللي تمام. بعدين اتسو ذات تريننج، عشان كده التدريب، امبورتانت بات نوت، يعني هو بيقول لي انه مهم وليس، اشوف الصفحه الثانيه، يعني عاوز يقول مش ليس اقل اهميه من الكورسز. after all of that، وبعد ده كله بقى، I will learn، انا هتعلم الاساسيات بتاعه البيزنس.
I think اعتقد that will be helpful، اعتقد ان ده هيبقى حاجه مساعده ليا. When I start، طالما انت بتتكلم will مستقبل، يبقى المستقبل ده لازم يكون معاه مضارع، ما ينفعش يكون معاه ماضي، عشان كده اشطبت لك على دي. تمام. I will start my هبدأ المهنة بتاعتي أو مشروع المهنة بتاعتي. It will be a small school، هتبقى عبارة عن مدرسة صغيرة. To help people، عشان تساعد الناس، مش هقول مش هساعد المش متعلمين، لا، عشان أساعد الناس عشان يتعلموا، ما المش متعلمين عشان يتعلموا، لا، يبقى أنا أختصر بقى. To help people to learn، عشان يتعلموا. How to write، إزاي يكتبوا. And read، ويقروا. And count، ويحسبوا. طبعا ما فيش and كل شوية حاجات بتاعت صغيرة بس احنا نسيناها. And قبل الحاجة الأخيرة بس، يعملوا كذا 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 وكذا عند الحاجة الأخيرة يعني، فناخد كومة بدل and اللي في النص دي. To sum up، عشان ألخص بقى، الخطط are important، مهمة جدا. But the most important is the value، بس الحاجة الأكثر أهمية بقى اللي هي القيمة، القيمة بتاعت الخطط دي. تمام. if they، انت هنا it برضو، لا انت بتتكلم على الخطط يبقى لازم تاخد زي الجمع. if they will improve، لو ان يتحسن المجتمع ولا لا. تمام. باراجراف جميل، حلو جدا يعني وكويس، ودي بعض الملاحظات اللي ايه ممكن نستفيد منها في الباراجرافات اللي هتتكتب وتتصحح برضو في المرات القادمة. السلام عليكم.